السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط بشركة آفاق التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية لغتي الخالدة. ما زلنا أعزائي في دروس الوحدة الرابعة، وموضوع اليوم الصنف اللغوي الضمائر. بداية أذكركم بأن الاسم ينقسم من حيث التعريف والتنكير إلى اسم معرفة واسم نكرة، وأنتم تعلمون أن الضمائر نوع من أنواع المعارف، كما أن الاسم ينقسم من حيث الإعراب والبناء إلى اسم معرب واسم مبني، وأنتم تعلمون أيضا أن الضمائر كلها مبنية. إذن الضمير أو الضمائر نوع من أنواع المعرفة وكلها أسماء مبنية. هيا نتعرف على الضمائر من هذه الأمثلة. الابتسام هو خير دواء، هو الضمير، هو إن توسيع أفقك وتحديد مثلك عاليا، هي الضمير، هي إن الباسمين للحياة هم، الضمير هم، نحن نرى، الضمير نحن، إياك نستعين، الضمير إياك، هل أنت، الضمير أنت، المجموعة الثانية، الإنسان بعزمه، الضمير الهاء، وهمته، الضمير الهاء أيضا، فالوراثة والبيئة لا تعوقان، الضمير الألف، ألف الاثنين، و بعد الثقة بنفسك، الضمير الكاف، واحترامها، الضمير الهاء، التحايل وسيلة حقيرة للذين يبحثون، الضمير الواو، واو الجماعة. إذن هل يقصد بكلمة هو شيء بعينه؟ نعم، يقصد بها شيء بعينه. ماذا نسمي الاسم الذي يدل على شيء أو شخص بعينه؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، نسميه اسما معرفة. حين نقول أنا ونحن وأنت وهو وهي وهم، هذه الألفاظ ماذا نسميها؟ نسميها ضمائر. ممتاز. أحدد الضمائر الواردة في المجموعة ألف، طبعا هي الضمير هو وهي وهم ونحن وإياك وأنت، هذه الخمسة الواردة في المجموعة ألف. أصنف الضمائر في الجدول التالي: ضمائر المتكلم، طبعا ضمير المتكلم الذي ورد في الأمثلة ضمير نحن، وهناك ضمير آخر للمتكلم أيضا وهو أنا، أنا للمفرد ونحن للمثنى والجمع. ضمائر المخاطب الواردة في الأمثلة: أنت وإياك، وهناك أيضا أنت للمفردة المؤنثة، وأنتم لجمع الذكور، وأنتن لجمع الإناث، وأنتما طبعا للمثنى بنوعيه. ضمائر الغائب الواردة في النص هي هو وهي، وهناك أيضا هم لجمع الذكور، وهن لجمع الإناث، وهما للمثنى بنوعيه. طيب، هل اتصلت تلك الضمائر بكلمة قبلها وماذا نسميها؟ طبعا إيه، هي لم تتصل بكلمة قبلها، لذلك نسميها ضمائر منفصلة. منفصلة. ما الفرق بين الضمير هو في المجموعة الأولى والضمير الهاء؟ طبعا الضمير هو ضمير منفصل، لم يتصل بالكلمة قبله، لكن الهاء ضمير متصل يتصل بما قبله. ماذا نسمي الضمير إذا اتصل بما قبله؟ طبعا نسميه ضميرا متصلا، بارك الله فيكم. الألف والواو في تعوقان ويبحثون علامة تعودان، طبعا الألف تعود على المثنى والواو تعود على الجمع. طبعا الألف في المثال تعود على كلمتي الوراثة والبيئة، والواو تعود على الاسم الموصول الذين.
أخيرا أين الفاعل في كل من اجتهد وتبتسم؟ طبعا الفاعل في اجتهد الضمير المستتر هو، وتبتسم الضمير المستتر هي. إذن أيها الأبطال، خلاصة درس الضمائر: الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير بارز أي ظاهر أي موجود في الجملة، وضمير مستتر أي لم يذكر في الجملة. أما الضمير البارز فهو ينقسم أيضا إلى قسمين: ضمير متصل وضمير منفصل. المتصل هو الذي يتصل بما قبله كالهاء والكاف وألف الاثنين وواو الجماعة. أما الضمير المنفصل فهو ينقسم إلى ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. ضمائر المتكلم كما قلنا أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتن، ضمائر الغائب هو وهي وهم وهن وهما. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم، على أمل أن ألقاكم في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.